بشتم ربنا بسري وبستغفر، بشتم برضك ثاني وبستغفر، بعد ساعتها ما قعدت اقول لي انا بشتم ربي زي كده، هل ربنا يغفر لي ولا اخش النار على طول؟ معلش انا ولسه عندك الحكاية دي ولا اتعالجتي منها ولا عملتي ايه؟ لا ما تعالجتش والله، ولسه ما زلتي بيحصل الشتيمة دي؟ ايوه على طيب ان انا صغير. ما احتفاظي جدا جدا. بس هل تعرضتي لاي نوع من انواع الاعتداء وانت صغيرة؟ لا عادي كنت عايشة عادي كده، كنت بستغفر انا على متصل وبصوم كده، بس تمام النفسية دي على طول مستمرة معايا مش عارفة. تمام طب في حدث في حياتك ابتديتي معاه الحالة دي ولا هي طول حياتك كده؟ لا هي طول حياتي كده. تمام طيب ماشي. سؤال ثالث، سؤال تالت، اتفضلي يا استاذه بسمة. هو القرآن الكريم أنا بعثت يعني بسمع القرآن الكريم وأنا ونايم، بعثت بقرأ أنا ونايم على ظهري، فهل يكون ده حرام ولا لازم أتأجل وأقرأ أنا وقاعدة؟ هجاوب حضرتك. اتفضل دكتور محمد. طيب انا هجاوب بس الحته بتاعت الشتم لربنا وان هي بتندم عليه وبتستغفر وهي بتصلي وبتعمل كان كل مهم سؤال حاجه. الاعتداء ده. فده نوع من الوسواس. الوسواس ان هو فكره احنا مش متقبلينها وفكره يعني رافضينها، لكن بتدخل في عقلنا غصب عننا وبنرددها جوه دماغنا، لكن بنبقى متضايقين منها. وفي ناس بتبقى زعلانه قوي ان ازاي تيجي على بالي ده. والغريبه بقى انه طيب. الوسواس سب الذات الالهيه ده او سب المقدسات بيجي دايما للناس اللي الدين هنطلع. عندهم مهم، هنطلع. فده وسواس قهري. يعني تروحي تستشير طبيب نفسي وتاخدي علاج عشان تخف منه.